فقوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويستفاد من هذه الجملة فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب أن البيئة والمجتمع له أثر إما سلبي وإما إيجابي على سلوك الإنسان، وذلك لأن البيئة التي عاش فيها أبو طالب كانت بيئة سوء وشر، ومع هذا السوء لهذه البيئة أحاط به رفقاء السوء، والبيئة لها أثر. ولذا في قصة من قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب فدل على عابد، فاستعظم هذا العابد هذا العدد الذي قتله فقال ليس لك توبة، فكمل به 100. وهذا يدلنا على أن العلم يحيا به الإنسان حياة في دينه وحياة في دنياه، إذا كان عالما لما أودت به هذه الكلمة إلى أن تزهق روحه. فدل على عالم فقال من يحول بينك وبين التوبة، ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ثم فيجب على الإنسان أن يغير البيئة التي كان عليها. ولذا إذا استقام شخص ينصح بأن لا يقبل على بيئته السابقة، لا محادثة ولا حضورا ولا أي صلة، وذلك حتى لا تعود نفسه إلى ما اعتدت عليه في الماضي، وحتى لا يؤثر عليه رفقاء السوء. لأن البعض قد يقول أذهب وأدعوهم لما استطعمت حلاوة الإيمان أحببت أن أوصله إلى غيري وهم أحق الناس بهذا، فيقال له على رسلك لا تحرص على هذا، عليك أن تزيد من إيمانك في قلبك، ثم إذا أردت أن تدعوهم فعليك أن تصحب أناسا من أهل الخير معك حتى يذكروك إذا نسيت ويعينونك إذا ذكرت. من ثم فإن من أعظم وسائل الثبات على الدين أن لا يعود الإنسان إلى بيئته السابقة بأي وجه من الوجوه. وإما يدل على أن للأرض أثرا أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة نومه في خيبر وأصلها في الصحيحين جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام تحولوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة، تحولوا عن هذا المكان الذي أصابتكم فيه الغفلة. فدل دلالة واضحة على أن البيئة أثرا، وهذا ما وقع لأبي طالب.